انت شو ما بتفهمي يعني؟ روحها ما في يعني ما في روحها خلص انتهينا. لا سيدي بدي روح. يعني انت عم تتحديني؟ هلا انت اللي عم تعتبره تحدي؟ بالله؟ يعني شو بدك انا اعتبره؟ اياد ممكن تروح شوي وخلينا نناقش المسألة بشوية موضوعية بيكون أحسن؟ أيوة يعني قصدك إنه أنا ماني موضوعي مشفى. إياد 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 إذا ضلينا عم نتجادل بهالطريقة ما رح نوصل لنتيجة أبدا. اتفضلي ستي اتفضلي احكي هي رأيت. ببساطة شديدة يعني أنا ما بقدر أتخلى عن ماما مهما كان موقفك منها ومهما كنت على خلاف معها بتضل امي والام مثل ما بتعرف. اذا بتريدي اذا بتريدي ما عندي استعداد اسمع محاضره عن الام وتضحياتها لانه ستنا اللي هي امك بعيده كل البعد عن الام اللي بتضحي واللي بتفني حالها كرمال ولادها. امك يا خانم تآمرت مع اخواتك الشباب لحتى يطالعوك برات الورده. بتقدري تنكري هالشيء؟ اياد انا ما بنكر بس لما اجت لا تنسي لا تنسي انه امك حرضتك على الطلاق مني لما حردتي ورحتي لعندها. انا بس بدي افهم في ام بالعالم تسعى على خراب بيت بنتها؟ هاي من ناحية. ومن ناحية تانية امك بتكرهني تكرهني وتحديدا من اليوم اللي تجوزتك فيه من غير موافقتها ولساتها حاقدة علي لحد هلأ. ما عم تقدر تستوعب ما عم تقدر تستوعب كيف عايدة بنت الحسب والنسب تجوزت واحد اندبوري مثلي وخطفها منها. ربك كبير كبير. بيت الحسب والنسب صفيوا على الحديدة والاندبوري هذا المعتر صار وتصور بس هي لحد هلا بتكرهني. اياد اياد بتصور انه حان الوقت انه نتجاوز الخلافات الصغيره ما هيك؟ مين قال لك انه هي خلافات صغيره؟ هي مو خلافات صغيره ابدا يا خانم، هي خلافات كبيره جوهريه اساسيه. بعدين يعني على فرض نحن قبلنا نتجاوزها، امك ما راح تقبل تتجاوزها نهائيا. وليش بقى؟ شو ليش؟ واضحه الشغله، واضحه يا عايده. ما بتتذكري لما رحتي لعند امك على حلب يومين ثلاثه زرتي عندها رجعتي لهون كيانك مألوف وقالي تحتاني؟ ابصر ابصر بشو حشت لك مخك. انا واثق انا واثق تماما اذا هلا بتروحي لعندها رح ترجعي مقلوبه فوقاني تحتاني غير عايده اللي قاعده قدامي. شو شايفني بنت صغيره قدامك انا؟ ما شاء الله حولك شو واعيه امك بكلمتين صغار بتفتلك مخك شو ما بعرفك يعني؟ اياد اياد اذا بتريد ما في داعي للتجريح. اذا بتريدي ما في داعي للمعانده. هلا شو بدك مني؟ فهمني وخلصني بقى. شو يعني؟ بدك يعني اقطع امي للابد؟ انا ما عم بقول لك اقطعي امك، بس بدل ما انت تروحي لعندها خليها هي تجي لهون، على القليله بتضلي تحت انظاري. مريضة، عم اقول لك مريضة، يعني ما بتقدر تجي لهون. صحيح، معك حق مو قدرانة تجي لهون، بس مو لأنها مريضة، لأنه هي مو قدرانة تشوفنا نحن كيف عايشين. ما بتقدر تشوف اياد المحاسب البسيط اللي اهانته وقلعته من البيت لما طلب ايد بنتها. ما بتقدر تشوفه كيف صار، ما بتقدر تشوف هالعز والنعيم اللي نحن عايشين فيه. لا سيدي مو صحيح، انت هيك عم تبالغ كثير. لا انا ما عم بالغ، بس انت عم تحاولي تتعامي عن الحقيقة. يمكن يكون بكلامك في شيء من الصح، بس هذا ما بيعني ابدا انك تمنعني من اني سافر لعند امي. انا اللي عندي حكيته غير هيك ما عندي. شو يعني؟ يعني ما في روحة. طيب اوكي، انا اسفة اياد. ضبيت شنطتي وبدي سافر وما في قوه بالارض بتمنعني من اني اروح. طالما هيك اذا طلعتي برات البيت لهون مالك رجعه. لهون وصلت معك؟ انت اللي وصلتيها لهون مو انا. طيب طيب اوكي ليش لا؟ Thank you.
الله، كمان نسيت الموبايل. معقول؟ يعطيك العافية. دخيل عينك، أنا تعطلت معي السيارة، بس خدني لأقرب مكان دق منه تليفون. غريب هالباص، يا ترى ليش كله نسوان؟ معقول يكون رحلة؟ بس شو هالرحلة هي وكله نايم؟ صار شو ظروفه، مهم أنا أوصل لمحل وأحكي فيه بالتليفون. خليني أخلص من هالورطة بقى. شو الأخبار؟ نامت. أنت برأيك يعني بيزبط الفيلم؟ لازم يزبط، أحسن ما يبلونا فيها ويحملونا مسؤوليتها للمرة الضايعة. إيه ما اختلفنا، بس يعني بيطلع بإيدنا نبدل هي بهي؟ ولا يهمك، أنا شقيت الصورة من الإدبارة، ومن اليوم ورايح صار اسم ضيفتنا جميلة جمال. أصبح وينك؟ اسحبي حالك لعندها وحاولي تسحبي منها الهوية أو أي شيء يدل على شخصيتها. وهو هيك؟ مش الحال؟ سحبت من شنتايتها هويتها الشخصية وشهادة السواق وكل شي ممكن يثبت انها عايدة السرابي. هيك اسمها؟ هيك كان اسمها. تحياتي دكتور. اهلا دكتور عارف، تفضل. قال بعد خبر وراي خير. دكتور عارف، اليوم رح يجينا نزيلات جدد على المصح. ايه والله هيك سمعي، بس ان شاء الله ما تكون حالات خطرة. لا ابدا ما فيهم حالات خطره، هدول محولين لعنا من المصحه المركزيه وراح نخليهم عنا شهر او شهرين زمان، وبعدين بنقرر حالتهم النهائيه. اوكي دكتور، بس يا ترى شو مطلوب مني؟ الله يرضى عليك، بس يوصل الباص تستلمهم هن واضابيرهم وتوزعهم على مهجعين. بكفي مهجعين دكتور؟ ايه وزياده، لانه الحالات 12 حاله بس، يعني اذا بتوزع كل سته على مهجع ماشي الحال. طيب بتحب وزعوا التوزيع عشوائي ولا؟ والله أنا بفضل يكون التوزيع حسب الحالات، يعني دبر الأمور بمعرفتك وما بده مني إلا. طيب ماشي دكتور، توصي شي تاني؟ سلامتك. بالإذن. ألو يا فتون، خير؟ علي علي صوتك، ما عم بسمع. شو هالحكي؟ طيب ماشي، أنا جاي فورا. خير؟ ابني حرارته 40، انا مضطر امشي. شو هالحكي؟ مع قلبه شر ان شاء الله. رمزيه بيعتمد عليكي. مرضي دكتور. هلا بعد شوي رح يصل باص فيه 12 حاله. عندي علم دكتور. عظيم كثير، بقى الله يخليكي، وزعي لي اياهم على المهجعين 6 و7. ولا يهمك، ولا يهمك دكتور، انت روح واطمن على ابنك وما ينشغل بالك ابدا، سلامه المحروس اهم من كل شيء. شكرا رمزيه، يلا بنزل. الله معك دكتور. Oh.
متعاونين؟ فيهم بسرعة ونزيهم خلينا نسلمهم ونخلص من الهم بقى. يلا يا بنات يلا قوموا فيقوا بدنا ننزل. يلا يا بنات فيقوا صحصحوا فتحوا عيونكم. يلا يلا بلنياتك. ليش هاي الأدبارة بلا صورة؟ شو هالحكي؟ هذا اللي صار. دبريها بمعرفتك. شلون يعني؟ الأدبارة لازم يكون عليها صورة. احنا حقيقة يعني لقينا صورة مش انتايتها. هي بيمشي حالها؟ منيحة. شو يا خانم؟ ما بدك تنزلي انت التانية؟ ليش وين نحن؟ وين بدنا نكون يعني؟ لا عفوا انا قلت له للشوفير ياخذني على اقرب تليفون لانه لازم احكي بالتليفون ضروري. ايه ايه تفضلي انزلي وهلا بتلاقي تليفون. تفضلي. هيك الدنيا ما حدا بياخذ غير نصيبه. هي اللي واقفة على الباب. والله مبين عليها بنت نعم. شو بدنا نعمل؟ هذا مصيبة. عفوا يا جماعة. يا ترى وين في تليفون؟ لازم احكي تليفون ضروري. ايه تكرم عينك. يا رائدة. نعم. خديها. خليها تحكي تليفون. ايه تفضلي. شو هالمبنى ها؟ مستشفى؟ يعني هيك شيء. عفوا شلون يعني هيك شيء؟ يعني هون مصحة. مصحة شو؟ مستشفى مجانين؟ لا لا هون مصحة نفسية. يعني أحيانا بيجوا لعنا مريضات بحاجة لشوية مراقبة وراحة منحطهم عنا لبين ما يطيبوا. يعني اللي كانوا معي بالباص كلهم مريضات. إيه بس الشوفير ما قال لي هالحكي. أنا قلت له بدي أحكي بالتليفون قال لي اطلعي. بقى بأي حق بجيبني لهون؟ إيه والله لأخرب بيته. العمى معقولة؟ طولي بالك شبك عصبتي. هالقرنة مقطوعة ومستحيل تلاقي تليفون. بقى فوتي أحكي من غرفة المدير وقضي شغلك وبجوز يبعت معك سيارة توصلك لوين ما بدك. المدير جوا؟ رح أخذك على مكتبه ومن هنيك اتصي باللي بدك إياه. امشي امشي حبيبتي. إيه بس أنا يعني ليك التليفون على بعد خطوتين من هون. امشي. تفضلي هاي التليفون كله تحت تصرفك. شكرا. ليش قفلتوا الباب؟ افتحوا الباب. انا جيت بس لاحكي تليفون. Thank you.
وين أنا؟ شو هالمصيبة هاي؟ لازم اتصرف بهدوء مشان ما. امتى جابوني لهون؟ مين هدول؟ الناس الوحوش اللي هون؟ هون ممنوع الحكي بالسياسة؟ ليش انا شو حكيت؟ عرفتي شو صار؟ لا والله عن جد ما حدا قال لك شو صار؟ احكي شو في؟ كانوا عم يحفروا نفق هون بالمصحة؟ بشارع الفيحاء. هلا انا شو بدي بنفق الفيحاء؟ بيكون الثانية مع مين عم بحكي؟ بتعرفي شو اسمها؟ مينو هاي؟ مسؤولة هون. شوفي انا ما بعرف، بس في ناس بيقولوا عنا جان دارك وفي ناس بيقولوا عنا شم مقرين. والله ما بعرف، شو رأيك انت؟ يمكن جايبينك لعنا سيران. اسمعيها، اذا بدكم تضلوا تعاملوني بهالطريقة انا ممكن تنهار اعصابي وجن عن جد. انا لحد هلا ما عم بستوعب اللي صار وليش انا هون ما بعرف. كل ما هنالك انا قطعت سيارتي بالطريق وشفت الباص الملعون تبعكم وطلعت معه على اساس يوصلني لاقرب تليفون، بقوم لاقي حالي هون بالمستشفى. بقى ليش ما بدك تفهمي علي انت؟ اه شوفي جميلة، ليش عم تناديني جميلة؟ وكمان ما بتعرفي اسمك؟ انا اسمي عايدة. عايدة مو جميلة. ايه بس انتي هون اسمك جميلة ورقمك 416. لك حاجة تقليلي جميلة بقى، انا اسمي عايدة. عايدة ليش ما بدك تفهمي انتي؟ اه على كل حال هذا حكي بتحكي بكرة الصبح للدكتور عارف، انا لا دخلني ولا خرجني. ليش بدي ضل هون لبكرة؟ والله ما بعرف، بينتك كتير متفائلة. شو قصدك؟ بنصحك تضلي هادية احسن ما نتصرف معك تصرف تاني، مفهوم؟ باي جملو. لك انا اسمي عايدة يا حيواني، عايدة مو جميلة. انا اسمي عايدة، انا عايدة مو جميلة، اسمي عايدة. عم تسمعوني؟ انا اسمي عايدة مو جميلة. قولي بالك حبيبتي، ليش عم تبكي حبيبتي جميلة؟ لك انا اسمي عايدة، عايدة مو جميلة، عايدة عايدة. باي انت بدي تعملنا مشاكل هاي. اعطيها ابري. اعطيها. شو الأخبار اليوم؟ كل شيء تمام دكتور. استقبلتوا النزيلات الجدد؟ طبعاً طبعاً، استقبلتهم امبارح ووزعتهم على المهاجع مثل ما قلت لي. في شيء؟ صار شيء؟ لا، بس في مريضة يعني شوي حالتها صعبة، اضطرينا نعطيها إبرة مهدئ. شو اسمها؟ اسمها جميلة جمال. هاي إخبارك يا دكتور. انت لاحظتي عليها شيء؟ يعني عم تضوج كتير وتعصب وما في على لسانها ابدا غير كلمه اجيت لاحكي بالتليفون، بدي احكي بالتليفون. يعني يبدو كانه عندها عقد من التليفون. وغير هيك مسكينه ما عم تقبل حدا ينادي لها باسمها، قال شو مسميها حالها عايدة. طيب ماشي، جيبيها خليني اشوفها. حاضر دكتور. شو هالحكي عن جد هيك صار؟ دريتي شو صار؟ حفروا نفق بشارع الفيحاء. لا يا جدبه هي قديمة. شفت الرصيف اللي بشارع الأربعين؟ شبه. مو في هنيك بياع عصير على الزاوية؟ يمكن. بقابل بياع العصير في درجة من الرصيف مكسورة. فهمانة علي شلون؟ مكسورة. فهماني فهماني. أنت بتعرفي مين كسرها؟
لا والله ما بعرف. ولا أنا. بس أكيد أولاد الحرام. أولاد الحرام هني أكيد اللي كسروها. الله يخرب بيتهم، الله لا يوفقهم. لك شو كان بدهم فيها؟ درجة شو كان بدهم فيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بكي جميلة زعلتي؟ قلت لك لا تنادي لي جميلة. جميلة يا جمال. شو يا خانة؟ ما عم تعرفي اسمي؟ شوفي يا بطيخ البسنير، إذا ثاني مرة بدك نادي لي جميلة لحتى طلع زلعيمك، عم تفهمي؟ يلا أمي بلا لا تلحقيني. لوين؟ الدكتور عارف بده يشوفك. وأخيراً الحمد لله يا رب، أنا بورجيكم. الحقيني. إيه جميلة برافو عليك، أرجيهم أرجيهم. أنا آسفة تأخرت عليك، وبعدين شو صار؟ أهلين جميلة، تفضلي. يا ريت دكتور ما تنادي لي جميلة، أنا اسمي عايدة، عايدة السرابي. ماشي الحال، أهلين عايدة. احكي لي لشوف، أنت شو قصتك؟ أنا كنت طالعة بالسيارة على حلب، جوزي الله يسامحه يعني هو جوزي طوشني كمان خلاني أنسى الموبايل بالبيت، بس كل ما هنالك إنه أنا كان بدي أحكي تليفون وقفت للميكرو أشر لي، يعني هو هيك باص كتير كبير، قلت له أنا بس خدني على مكان أحكي فيه بالتليفون، تعطلت سيارتي، قال لي ما بصير تروحي لعند أمك، بس قد ما كان هي أمي ولازم أطلع عليها، بس أنا ليش هون ما بعرف والله ما بعرف. طولي بالك طولي بالك، لازم تهدي حالك وتحكي شوي شوي لحتى اقدر افهم عليك يا جميله. لك انا اسمي عايده، انا مو جميله، ما حدا يناديني جميله، انا اصلا سبب وجودي هون لحتى احكي بالتليفون، ليش انا هون انا ما بعرف. تليفون تليفون صوت انا بس بدي احكي تليفون الله يوفقكم ان شاء الله الله يخليكم بدي احكي تليفون ان شاء الله تفضلي سي رمزية، هي 5000. شو 5000؟ أنا طلبت 10. شو هالحكي هاد؟ شو رح تعاملينا بقرة حلابة؟ صرتي آخذة 15000. إيه وإذا كان يعني مو عاجبك؟ طولي بالك علينا يا ست رمزية. لك شو طول بالي؟ وين تنصرف هاي؟ لا تنسوا أنكم المرة الماضية هربتوا وحدة من المصحة وأبصر قديش قبضتوا عليها. بقى مستكترين علي هال 15000؟ خلاص يا رمزية خلاص، المشوار الجاي بدبرك 5000 تانية ولا يهمك. امتى يعني المشوار الجاي؟ خلاص عم اقول لك شي 3-4 ايام مو اكثر. شوف 3 ايام مو اكثر ها، ويا ويلك يا ويلك اذا بتتاخر. خلص خلص يا رمزية مثل ما بدك، خلينا نمشي بلا ما لفت نظر. يلا يلا تفضل شرفي. شو أخبار عايدة؟ علمي علمك. شلون علمي علمك؟ صار لها أسبوع غايبة، لا حس ولا خبر، من وقت ما طلعت من البيت من غير إذني. شريف وأنت ما حاولت تتصل فيها؟ أنا اللي بدي أتصل ولا هي اللي لازم تتصل؟ بعدين أنا تليفون على بيت حماي مستحيل أتصل ولا في المنام. أخي ما اختلفنا، بس دق أطمن على القليلة، وصلت لما وصلت؟ أكيد بتكون وصلت، يعني وين بدها تروح؟ بعدين لو صاير معها شي لا سمح الله كنا درينا. هلا بتكون قاعدة جنب أمها عم تعمل لها غسيل دماغ. بس الحساب عسير عندي. قبل الحساب العسير مسكة التليفون ودق لها اطمن عليها. ليش قاعدة لحالي؟ شو بعرف؟ مع مين بدي اقعد يعني؟ طب عرفتي شو صار؟ لا والله. معقول ما عرفتي شو عملت تهاني؟ لا والله ما عرفت شو عملت.
يا ستي هي تهاني سرقت التفاحة من وداد. قامت وداد. خلاص خلاص لا تكملي. الليلي بتعرفي شلون بدي دق تليفون؟ طبعا بعرف، هي شغلة كتير بسيطة. عن جد بتعرفي؟ ولو لك أنا اللي بعرف. طيب الليلي الليلي بسرعة شلون؟ يا ستي أول شي بترفعي سماعة التليفون، بعدين بتكبسي الزرار، بعدين بتقولي ألو. الو الو اياد، انا عايدة. وإلك عين تتصلي هون كمان؟ ليش ليش لك ليش 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 يا الله ليش؟ شو عم تعملي هون؟ شو عم تعملي هون؟ لا تخليكم الله يخليكم يا بسرعة، يا بسرعة الله يخليكم ان شاء الله. يلا يلا الله يخليكم ان شاء الله. اعطيني ايدك خالي، خلينا نعطيك اياها. عدي انت، هاتي ايدك. أعطيك إيدي، رح أعطيك كل شيء، بس بدي تخدميني خدمة. شو مطلوب؟ هذا السنسال ده حقه أكتر من 7000 ليرة. طيب شو بدي أعمل فيه؟ هاي الرسالة وصلي لي إياها لجوزي الله يخليك. خلاص اعتبريها وصلت. هاتي يعني هاي الصورة اللي بالإدبارة صورة عايدة السرابي مرتها؟ اي نعم هي بذاتها. فعلا غريبة، كيف وصلت لهون باسم جميلة جمال؟ دكتور عارف انت لازم تفتح تحقيق بالموضوع فورا. حاضر دكتور، بس انا لي تعقيب صغير على الموضوع. تفضل دكتور عارف. الست اللي موجودة عنا سواء كان اسمها عايدة او جميلة فهالشي ما راح يغير لنا الموضوع ابدا. انا موضوع دكتور انها مريضة نفسيا أو على الأقل عم تمر بأزمة نفسية حادة وبحاجة لفترة من العلاج والنقاهة. بس يا دكتور عايدة عاقلة، يعني ما ممكن أبداً إنها تكون. عفواً أستاذ إياد، أنا مراقب حالتها من وقت ما دخلت لعنا على المستشفى لهون، وبأكد لك تماماً إنها بحاجة لعلاج نفسي طويل، وبصراحة المدام مو متوازنة أبداً. طالما هيك أنا برأيي تخليها عنا حتى تتعالج وتسترد استقرار النفسي، وثق تماماً يا أستاذ انها رح تكون تحت عنايتنا واشرافنا. يا جماعه انتوا شو عم تحكوا؟ مستحيل صدق هذا الشيء، مستحيل. طيب انا بفضل انك تشوفها بنفسك بعدين تحكوا. دكتور اذا سمحت ممكن تطلب رايدها؟ طيب تفضلي. ليش؟ انا خدمتك خدمه وما بدي اجرتي عليها. معلش اعتبري ذكرى مني. ست عايده اذا بتريدي انا ما بقدر اخذ منك شيء. هي اول مره بناديلي عايده. تفضلي تفضلي معنا إذا بتريدي.
اياد انا انصدمت. انا لما حكيتك بالتليفون يعني بس انت نهائيا بقصة انه انا اجيت احكي تليفون، يعني هو تليفون عادي بس الموبايل ضل بالبيت وانت كنت معصب عليه كتير عصبت عليه. لقيت باص وقفته هيك طلع بوشي، كان باص رحلة، انا فكرت انه هو، كانوا كلهم نسوان ونايمين وانا كمان كنت تعبانة كتير ونمت والسيارة انقطعت فيني بالطريق. بس بعدين فجأة اللي طلعي بوديكي على اقرب تليفون، لقيت حالي هون بالمستشفى هون. بعدين لما اجيت دور على تليفون ما لقيت، يعني انا اصلا ليش هون ما بعرف اياد، ما بعرف اياد. اياد حبيبي شو بك؟ احكي. بسيطة 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 عايدة، انت هدي حالك هدي حالك. اياد انا هادية، شو هيك عم تطلع فيني؟ يعني انا في بوشي شيء اياد. احكي. بسيطة عايدة بسيطة، أنا ما رح أتركك، يعني رح أجي زورك بوقت الزيارة وشق عليك وليهمك. شو يعني؟ ياد ياد أجيك لأحكي تليفون، والله شكرا حكي تليفون، بدي تليفون، والله جيت لأحكي تليفون.